اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من البيت الكبير. البيت الكبير كل سبت الساعه 4 بيلم العيله زي ما احنا متعودين معاكم، بنتكلم عن الصحه والجمال، الثقافه والفن، الاطفال، الرياضه، وكل حاجه بتهم البيت. النهارده في اولى فقراتنا هيكون معانا دكتور محمد العدل، مدرس مساعد الروماتيزم والام العمود الفقري، وفي الفقره الثانيه هيكون معانا دكتورة وفاء عبد السلام، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف. إن شاء الله تكونوا مبسوطين معانا بحلقة النهاردة، وبنرحب بالدكتور محمد العدل وبنقول أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. النهاردة حضرتك هتكلمنا عن الالتهاب العضلي الليفي، الفيبروماليجيا أو الفايبروماليجيا. الفايبروماليجيا إيه هو الالتهاب؟ هو مبدئيا يعني موضوع الفايبروميالجيا ده كتير جدا عند السيدات. ده مرض المفروض يعني مش معروف السبب بتاعه الى الان، يعني سبب محدد، ولكن بيحصل بعض نقص او زياده في استشاره الجهاز العصبي في المخ وبعض المواد الكيميائيه وكمان الحبل الشوكي كمان، وده بيبقى مسؤول عن بعض الحاجات اللي موجوده في جسمنا، مسؤول عن الالم، حاجات مسؤوله عن المود بتاعك، بعض المواد الكيميائيه اللي مسؤوله عن النوم كمان، عن المود اللي انت تكون مبسوط او الاحساس بالسعاده او اللي انت تكون كويس او عايش، بعض المواد المسؤوله عن الادراك، يعني كتير منهم بيحس بالنسيان او كده او صعوبه في التركيز او في حاجات معينه. فالمرض ده نوعين، نوع اولي بيجي لوحده من غير اي امراض تانية، ونوع ثانوي. النوع الثانوي ده اللي هو بيجي نتيجه بعض الامراض الروماتيزميه، بعض الالتهابات الفيروسية، أمراض الغدة، أمراض مزمنة بعد العمليات، بعد الاسترس أو الصدمات النفسية. تمام. يعني لو حد موت حد عزيز عليها، موت الزوج، أخ، أو لو تعرضنا لصدمة نفسية ممكن يسبب بيحصل مرض. بيحصل المشاكل دي كلها طبعا. الحاجات دي كلها بتتلخص في بقى الأعراض بتاعته عشان الناس تبقى فاهمة كويس. زي ما احنا قلنا بيجي في الستات. العمر ممكن من 20 ل 50 سنة، من أكتر السن اللي بيصاب بيه بعض السيدات. يعني الحاجة الأساسية اللي حابب أنوه عنها قبل ما بنشخص الفايبروميالجيا ده اسمه باي اكسكلوجن، يعني بنستبعد بعض الأمراض الأخرى عشان ما يكونش في مثلا عندها روماتويد وجالها ثانوي الفايبروميالجيا، أو عندها ذئبة حمراء وجالها، أو عندها غدة وهكذا. يعني فبعض التحاليل المعينة بنعملها علشان نستبعد الأمراض الأخرى، مش نثبت، لأن هو ملوش أي تحاليل. طب الست بتشعر بإيه؟ هنجيبها من فوق لتحت. يعني في بالنسبة للمخ بتلاقي في أكتر حاجة بتحس بيها إن هو مش قادرة تنام كويس. تمام. عدم النوم. تصحى الصبح في آلام عنيفة جدا في معظم أجزاء الجسم. تلاتة، الحاجات اللي مسؤولة عن الإدراك زي ما احنا قلنا، النسيان، التركيز، مش قادر يفكر في حاجة، كان دقيق جدا في حاجات معينة، دلوقتي مش قادر يتعامل مع الناس، كمان بينسى جدا، بينسى الحسابات، وده بيصيب بعض الناس اللي هي بتعتمد على شغلها ضغط استرس نفسي على المخ، اللي هو بتوع الكمبيوتر بقى والحسابات والحاجات دي أو الأعمال الحرة والكلام ده كله، بيبقى على طول في استرس في استرس. يجي بعد كده الإرهاق المزمن، تلاقيه يقول لك أنا ما بقتش زي الأول، أنا بشتغل ساعة نص ساعة في المطبخ وعايز أريح ظهري على السرير، ويسموه بالمملكة بتاعتهم، اللي هو دايما قاعد في الأوضة بتاعته أو منعزل. دولت الأربع حاجات، أكتر أربع حاجات بنشوفهم في مرضى الفايبر. احنا قلنا الألم، تمام، قلنا النسيان أو الميموري والحاجات اللي هي خاصة بالذاكرة، صعوبة النوم، والإرهاق المزمن. بيجي بقى بعد كده حاجات مصاحبة بيه برضو، زي الألم بتاع الفكين، زي جفاف في العين، زي رئة بنشف كتير جدا، زي ممكن التهاب هنا في الغدد الليمفاوية ممكن يحصل ده. ممكن كمان يحصل طنين في الاذن، دي حاجه. هنا حرقان في الصدر جامد جدا، تقول لك انا حاسه ان في طعن سكاكين، باخد نفسي بالعافيه. الاعراض، عفوا اقطع كلامك، هي كده الاعراض متداخله مع حاجات تانية كتير، عشان كده لازم طبيب الامراض الروماتيزميه او الامراض النفسيه او او الامراض العصبيه هو اللي بيشخص المرض ده، ولازم كده يعني. ده زي ما احنا قلنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، المود والفتيج والسليب ديس اوردر والحاجات دي. بنيجي بعد كده اللي زي ما قلت الالتهاب بتاع الفكين، ده مهم جدا. الالتهاب الفك بيقول لك انا فكي بيعلق مع الصبح، وده بيتشابه مع اعراض الروماتويد برضو. تمام. بيجي بعد كده المثانه العصبيه، تلاقي يقول لك يا دكتور انا ما بلحقش الحمام، عايز اخش الحمام كل شويه، او ممكن البول يسيب منه. بتيجي بعد كده تقول لك انا عندي البطن بتاعتي فيه الام مزمنه مع الدوره، الام عنيفه جدا برغم ان هي ممكن تكون متزوجه،
آلام أثناء الجماع أو العلاقة، أو بتبقى ما بتحبش العلاقة الجنسية كمان. طبعا كمان آلام في البطن متفرقة بتيجي بعد كده بالليل، بتحس بعد كمان في الاحيان في مرضى كتير جدا يقول لك يا دكتور انا نار وحرقان وتنميل في رجليا طول الليل ما بعرفش انام، مجرد ما اجي اضغطها كده الاقي رجلي نار، صاروخ نار في رجليا مش قادره. فدي بعض الاعراض اللي احنا بنعملها. طب بيتم التشخيص ازاي؟ كان زمان كان بنشخص ب 18 نقطه، لو المريض جاب منهم 11 خلاص ده يبقى ايه مرض الفايبروميالجيا. النقط دي ممكن تكون اعلى هنا، الاعلى من عند الرقبه والصدر من المنطقه الخلفيه وتحت والدراعات والقدمين، الام ونقط معينه بوينت معينه النقط اللي ظهر قدامنا على الشاشه، النقط اللي هي ظاهره كتير دي تمام اللي هي عنده ده. بعد كده بتيجي تلاقي ايه بقى، ان المريض ما اخر كرايتيريا او اخر توصيات فيها يعني بنقول ان هو لا الموضوع اتغير شويه، اللي هو بقى فيه موجود سكور للحاجات الاربعه اللي انا قلت عليها اللي هو الالم والاضطراب الذاكره والفتيج او الارهاق المزمن والكوجنيتيف ديس اوردر اللي هم الحاجات اللي مسؤوله عن المخ يعني والاشارات العصبيه. فطبعا ده بياخد سكور معين وبعدين بنشخص بيه الايه الامراض دي المرض. ولكن لازم نعمل التحاليل للامراض المناعه زي تحاليل الروماتويد فاكتور والان سي سي بي، تحاليل الغده، تحاليل حاجات كتيره جدا بنعملها عشان نستبعد تحديدا ان احنا بالظبط هل هو عنده ده ولا لا. طب هو ممكن يجي مع امراض اخرى؟ ولازم نفرق ما بينه وما بين متلازمه الارهاق المزمن، يعني مش كل حاله هنقول مش عارف ايه او نقص فيتامين د، ممكن الاعراض دي تتشابه مع بعضها. فعشان كده المرض ده بيتاخر شويه في التشخيص للاسف. يعني في ناس كمان بعض الاطباء مش مقتنعه بوجود المرض ده اساسا، لكن هو مرض وموجود وكتير جدا من السيدات بتظلم. ليه؟ لان تحاليلها بتبقى كويسه جدا، الاشعاعات بتاعتها كويسه جدا، فتيجي تروح للدكتور فيقول لها انت زي الفل، انت كويسه، انت احسن مني، ده مش عارف ايه. فطبعا بتروح البيت وهي مريضه بتتالم، الالم بتاعها مبرح جدا زي الام الحريق بالظبط، تحس ان جسمها محروق، كل سنتي في جسمها بيوجعها، بتتالم عارف التاتش بالنسبه لها الم، يعني الالم عندهم بيحسوا 10 اضعاف الطبيعي. يعني هو التشخيص اهم حاجه في يعني عشان بالزبط. عشان نوصل للمرض ده تحديدا لازم يكون التشخيص ده رقم واحد. ده بالنسبه للمريض، بالنسبه لاهله الوعي بالظبط، لازم يكون اللي حواليه عارفين عن طبيعه المرض ده، لان بيبقى الانسان حساس جدا، الكلمه ممكن تقلمه اللي انت تحسسه ان هو مش تعبان، لان الناس دي بتبقى حساسه جدا. وفي نفس الوقت الناس اللي هي بتعرف المثاليين اللي هم بتوع البرفكشن في كل حاجه، بتلاقوا نضاف جدا، بيلبسوا كويس جدا، بتلاقوا بيهتموا بالنظافه العامه لاولادهم للبيت، عشان كده موضوع موضوع الارهاق المزمن مأثر عليهم جدا. لان هو طبيعتها بتحب تنظف كتير، بتحب تخرج، بتحب تلبس كويس، فالموضوع ده بيعيقها عن بص ابسط الاشياء، ما بتعرفش تعمل اي حاجه في البيت تمام. فطبعا بيجي بقى معاه الاعراض النفسيه، ده بتتمثل في الاكتئاب طبعا، تلاقي ممكن عندها اكتئاب ما بتحبش تتعامل مع او ده الحاجات اللي بيوضح لنا ازاي اللي هو بيسبب الجهاز العصبي يعني، والاشارات العصبيه بتتاثر، وبعض المواد الكيميائيه وزي ما نقول المخ والسبينال كورد او الحبل الشوكي بيتاثر، وبيأثر بالتالي على نقط الالام دي. فعشان كده الناس دي لازم يكون وعي للافراد. ثانيا لازم الناس دي تندرج تحت نفقه الدوله، لان الالم بتاعهم مزمن، المرض ده مزمن ملوش علاج نهائي الى الان، ومكلف جدا العلاج بتاعه. يعني هو كله مسكنات؟ لا، مسكنات، مضاد الاكتئاب، حاجات كده هنيجي فيها في العلاج يعني. فلازم يعني احنا بننشد فعلا ان هو لازم يندرج تحت نفقه الدوله، لانه بياخد علاج باستمرار، والعلاج بتاعه غالي مكلف شويه يعني. فمش كل الناس هتقدر. ثانيا بيزهقوا من كتر العلاج، زي ما انت حضرتك بتقول ايه، مسكنات ومضادات الاكتئاب، وعايز منوم عشان ينام، وعايز مش عارف ايه، حاجات كتيره جدا بتتاثر مع مرضى الفايبرون. فعشان كده يعني زي ما بقول لك اهم حاجه العامل النفسي عندهم. الناس دي لما بتغير اللايف ستايل بتاع حياتها، الناس دي لما الاكل بتاع النظام الاكل بتاعها مش الدايت بقى اللي احنا بنشيل من بعض الاكل، السكريات الكتير، المواد الجلوتين، القمح، الحاجات دي كلها، منتجات الالبان الكتيره جدا عندهم، المعجنات والكلام ده، بالالام بتاعتهم بتقل بنسبه كبيره جدا، وبيرتاحوا كتير جدا مين. يعني اللايف ستايل عندهم والعامل النفسي يعني اب تو 70% من العلاج. بعد كده بيجي دور العلاج الطبيعي او تمارين، زي ما بنقول التمارين بتاع التنفس او البايو فيدباك ميكانيزم، او تمارين الاسترتشات، الاستطاله، ودي ممكن معانا فيديو بيبين التمارين دي ازاي، اللي هي مريضه الفايبرو بتعملها في البيت او كده، ودي بتحسن المود كمان، تحسن درجة الألم عندهم،
بتحسن الوظيفة بتاع العضلات بتاعتهم كمان، البرفورمانس أو الأداء بتاعها بيبقى أفضل. يعني لو ممكن تنزلوا لنا الفيديو ده يا جماعة بعد إذنكم. دي حاجة. الحاجة التانية زي ما بقول لك البعد الاجتماعي كمان. الزوج ممكن ما يبقاش مقتنع قوي، طب هي شايفها كويسه جدا قدامه، ما هو الالم بتاعهم داخلي يعني، ما فيش تشوهات على العظم، ما فيش التهابات في المفاصل، ما فيش، اللهم الا لو كان ثانوي، لو كان معاه مرض اخر يعني زي مرضى الروماتويد زي ما احنا قلنا والذئبه يعني، ده ممكن يبقى باين عليهم حاجات في ايديه او كده او قرح او الكلام ده. فعشان كده البعد الاجتماعي ده مهم يعني، دايما بنقول حتى لو سيده لوحدها بنقولها هاتي جوزك في الزياره الجايه، طب ده مش عارف ايه، بعض السيدات تقول لك اكتب لي يا دكتور تشخيص في ورقه عشان مش مقتنعين في البيت، بالذات الناس اللي عايشه في بيت عيله متاثره. من اكتر الناس اللي هم بنشوفهم دايما اللي هو بعد موت الام او موت السند بالتحديد، الزوج الاخ الابن، الحاجات دي، الصدمات النفسيه، الناس اللي هي مضغوطه في شغلها جامد قوي، الناس اللي هي غيرت البيئه المعيشيه بتاعتهم، يعني مثلا حد من اقصى صعيد جه عايش في القاهره او العكس او بتاع، او حد اتنقل في دوله تانية وهكذا. معلش عفوا ده فيديو تدريبات اللي احنا بنتكلم عليه. ده المفروض يعني المرضى بيعملوهم، والالتزام بالاكل طبعا زي ما احنا قلنا، الدايت والحاجات دي واللايف ستايل كمان، وزي ما اقول التعليم السلوكي او المعرفي كمان. يعني كتير جدا بنحب الموضوع اللي هو الجروب ده اللي هو بنجمع بعض المرضى ويستفادوا من خبرتهم مع بعض، وبيحكوا ازاي المرض ده جالها ودي جالها ازاي، ده كان بسبب مش عارف مين، ده كان بسبب زي ما قلت بوت كذا، حد خسر في البورصه حاجه. طيب. كده يعني. بس ممكن عشان الناس اللي متابعه معانا نشرح ده الاسترتشات بتاع الطرف العلوي. تمام. بالنسبه للمرضى الفايبرو ده بيعملوه حاجه استطاله للطرف العلوي، ده بيريح الكتف وبيريح العضلات بتاع الرقبه كويس جدا، يعني المريض بيحس بتحسن رهيب بعد الاسترتشات دي. تمام. ودايما برضو ممكن المساج الخفيف جدا، الشاور الدافي، الحاجات دي كلها بتريح المريض. اقصد اقول لك ان معظم الادويه علشان النوم، علشان الالم، علشان الحاجات المعرفيه. وكل مريض يختلف في علاجه عن التاني. صح، يعني الراحه الذهنيه والراحه النفسيه هي العامل الاساسي. ما هو الاربع عوامل كمان اللي احنا بنقول الاعراض الكتير، في واحد عنده الالم اكتر، في واحد عنده النوم هي اكتر شويه، في واحد عنده موضوع الادراك والاكتئاب والحاجات دي اكتر، في واحد عنده الارهاق شديد عليه شويه. فكل واحد بنديله علاج على حسب مشكلته الاساسيه ايه. ثانيا التاهيل النفسي، لازم يتقبل الدنيا، يقول لك لا انا يائس من الحياه، ساعات بيفكر في الانتحار، ساعات مش عارف ايه، لانه مش قادر يمارس عمله. طيب. واحد كان بيشتغل من 10 12 ساعه، دلوقتي ساعه ساعه ونص وبيقول لك انا مش قادر اكمل. طيب. هو المرض لا يصيب الرجال او لا؟ لا لا، في نسبه قليله. لا بيصيب دلوقتي من كتر الاسترس الناس. او الحاله الاقتصاديه او الحاله المعيشيه اللي الناس عايشاها دلوقتي، فطبعا الاسترس الضغط على الرجال بيكتر وبيبقى عنيف كمان، يعني لما بيجي في الرجال بيبقى عنيف جدا، لان الرجاله طبعا بيبقى القدره على الاستحمال الحاجات المعيشيه اكتر شويه من، فلما طبعا لما يتعب بقى وبيصيب بيبقى يعني بالنسبه له مزعج جدا يعني. تمام حضرتك. طيب احنا قلنا مرحله التشخيص، بس انا هسال في التشخيص حاجه، لو اتشخص غلط واخدنا وقت ان احنا ماشيين بنتعالج في اتجاه تاني خالص، المضاعفات بتاعت الموضوع دي هيبقى مضاعفات الادويه اللي انت ما بتديهاش، ده رقم واحد. ثانيا انت بتضيع وقت المريض. تمام. معاك وده وقت الدكتور كمان، لان انت في حته وده في حته تانيه خالص، يعني ممكن ده يكون مريض نفسي اصلا من البدايه، ده مش عنده، لان الاعراض بتاعته بتتشابه مع بعض الامراض النفسيه. تمام. طيب زي البايبولر والحاجات دي كلها اللي هو ثنائي القطب او الكلام ده. طيب. طب انت من البدايه لازم تكون عارف ده المريض ده ايه، وتتحط زي ما قلت لك الكرايتيريا اللي هي الاسترشاديه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الالم بياخد سكور معين، اللي هو الفتيج، اللي هو الارهاق بكذا، النوم، درجات الادراك بتاعه كام، كل واحد من ده له سكور بنديه للمريض. تمام. مناطق الالم عنده بقت مناطق، يعني هل الدراعات هي اللي فيها الالم اكتر عن ناحيتين، من فوق، من اعلى الكتف، من اعلى اسفل لوح الكتف، الحاجات دي مهمه جدا. طبعا ده بيبقى الطبيب عارف هو بيعمل ايه، الطبيب الامراض الروماتيزميه المرضيه، هو بيبقى المرض ثابت، ما فيش يعني هو بيمشي على حاجه واحده ولا حاجه لو تطور بقى حاجه بيبقى على نظام زي البلس كده، زي النبضات، عامل زي الهرم. تمام. ايام بتلاقي المريض كويس جدا ولو التزم بالعلاج والتزم بالحاجات دي، وامراض تعبان جدا مش قادر يقوم، يعني حتى بنفس اللفظ الكوري يقول لك انا حاسس ان انا بصحى الصبح كان دايس عليا قطر، انا ما في ايام ما بقدرش اتحرك فعليا. ما بقدرش اقوم من النوم، مش قادر اتعامل مع اللي حواليا، بيبقى حساس للكلام جدا، يعني اقل كلمه بتعصبه، بيبقى عصبي جدا وصوته عالي، وده طبعا
بيفسر سيدات كتيرة جدا بتبقى عصبية جدا على الولاد وعلى أزواجهم وعلى المحيطين ليها وبتاع، محدش عارف السبب ايه، لأنها مش متشخصة كويس، بتعمل التحاليل تطلع طبيعي، تعمل أشعاعات كويسة جدا. فتروح مثلا في بعض الأطباء غير متخصصين أو كده فبينفي عنها أي حاجة، لا ده مفيش حاجة، أنت بتدلعي. الكلمة دي أكتر كلمة ودت مرضى الفايبر أوف دايت، كلمة أنت بتدلعي. طبيعي ما عندكش حاجة، طبعا ده بيعمل مشاكل أسرية جامدة جدا. لما ترجع البيت هي مش قادرة تعمل شغل البيت، وعليها مثلا النهاردة تعمل حاجة معينة في البيت ده، خاصة في بيوت العيلة يعني. فقال أنت بتدلعي، الدكتور قال أنت بتدلعي، وراحت كشف عند واحد واثنين وثلاثة وأربعة ولا انت بتدلعي. تمام. فطبعا عشان ما راحتش لحد متخصص، لكن لو راحت من البدايه هتعرف ان المرض ده زي ما بقول بيعتمد على تشخيص الدكتور، على الوعي بتاع المحيطين بتاعهم، القرابه، المحيطين في الشغل لازم يكونوا عارفين برضو نفس القصه. ثانيا بنعمل لهم بعض التقارير الطبيه علشان العمل بتاعهم ما يبقاش تقيل عليهم، لازم يخفف عنهم الاعمال. وكمان زي ما بقولت اللي هم المفروض يندرجوا تحت العلاج نفقه الدوله، لان المرض ده مزمن وبياخد ادويه كتيره جدا ومكلفة جدا. طيب العلاجات بقى وطرقها واللي حضرتك بتقترحه لمرضى الالتهاب العضلي اللي فيه. هو اكتر نصيحة يعني انا بقولها بصراحة، يعني دي من الحاجات اللي هي معظم المرضى كده، اللي هو اللايف ستايل بتاع الحياة بيتغير، النوم، الاكل، الرياضة، ممارسة الرياضة، السباحة طبعا من الحاجات المهمة جدا في علاج التعب ده، الاسترتشات، اليوجا، الحاجات كتيرة جدا، الحاجات الروحانيات شوية. يعني دايما الجسم طبعا تعرف الانسان روح وجسم، الموضوع الجسم خلق من طين، فالاكل والشرب هو الغذاء بتاعه. الروح الروحانيات، الصلاه والعبادات والحاجات المحيطه بيك اللي انت بتتاثر، البحر، الحاجات الخضراء، الكلام ده كله بيأثر في المريض ده جامد جدا. الفسح، الخروجات، الكلام ده، الشوبينج طبعا والكلام ده كله ده بيهدي معاهم الالام شويه طبعا. مع كل الناس طبعا. طالما فيها شوبينج لازم يهدي. مع الناس كلها طبعا. الحاجات دي بتفرق معاهم، الكلمه، الاحتواء، الاهتمام، الحاجات دي كلها مهمه جدا. يعني يحسوا ان اللي حواليهم حاسس بيهم، يعني اكتر كلمه بتوجعهم يقول لك ايه، انا ما حدش حاسس بيا، ما حدش حاسس بالالم بتاعي، ما حدش مقدر اللي هي فيه. صحيح. هو ده اكتر حاجات احنا بنواجهها مشاكل نفسيه معاهم. يعني حتى الدكتور ان ما كانش اتجه للعامل النفسي عند المريض ده مش هيتعالج. ده لان ده الاساس عنده. ده الاساس ان احنا نفسيا نبقى طبعاً مؤهلين لاستقبال او ان احنا نتعامل مع المرض. في دلوقتي بعض الكريمات المستخلصه دلوقتي من حاجات قاتله للالم، هي طبعا غاليه شويه بس يعني بتجيب نتائج هائله جدا، حاجات موضعيه ملهاش اي اثار جانبيه على الحاجات دي، الحقن الموضعي لبعض مناطق الالم. بالمواد السكريه او البلازما او ايا كان الموضوع، يعني الحقن الموضعي ده بيقلل برضو جزء من الالام كتير جدا. ممارسه الرياضه، العلاج الطبيعي، هو علاجه متكامل، يعني مفيش حاجه اسمها حاجه واحده بعالج بها الفايبرو، مش الادويه او قاتل الالم او بسط عضلات او مضاد للاكتئاب او حاجات تظبط المود او حاجات تساعد على النوم بس او مضادات للالتهاب بس، لا ده منظومه بتاعت الدكتور. منظومه الخلطه دي بتاعت الدكتور. بص، وظيفه الدكتور ان هو بيفصل العلاج بالزبط لكل مريض على حسب حالته. ما انت بيخش عوامل كتيره جدا، الحاله الماديه، صحيح، على الاجتماعيه، متجوزه ولا مخلفه ولا مش مخلفه، ما ده برضو حاجات دي بتاثر جامد جدا. صحيح. عليه مطلقه، ارمله، ده برضو مطلق، كده الحاجات دي لها جوانب بتاع مريض بيحب يلتزم على الدواء ولا ده بيحب الحاجات العلاج النفسي. في مريض يقول لك انا ما بحبش الدواء، ما بحبش الدواء، شوف له طرق ثانيه، انا عايز لايف ستايل، عايز اعيش حياتي، عايز اسافر، عايز اروح، شوف لي حاجات طبيعيه، المساج، حقن بتاع، حاجات انا ما مش هقدر استمر ان انا اخد دواء. في مرضى كتير جدا يرفض ياخد علاج الاكتئاب، يقول لك لا انا مش عايز اتعود، رغم ان هو ممكن في بعض الادويه ما تصيبش التعود يعني عادي. تمام. ممكن يتوقف عنها وكده يعني. فعشان كده لازم الوعي الصحي، المريض بيتكلم مع الدكتور وبيختاروا مع بعض طريقه العلاج المناسبه ليه اللي هي تساعده على الشفاء باذن الله يعني. باذن الله. باذن الله. طيب حضرتك انت قلت في وسط الكلام ان احنا ان المرضى لازم يدخل تحت نفقه الدوله. علشان تكلفته طبعا وكي. طبعا، واللي هو مرض مزمن يعني، فطبعا وده حقهم يعني، ده اقل حاجه، ده اقل حاجه ليهم، لان هم فعلا بيتالموا الام عنيفه ما حدش هيقدر يعني. مش عايز اقول لك ان في ناس تقول لك الهدوم اللي عليها بتوجعني، ده حقيقه، هو بيحس كده، مستقبلات الالم بتاعته بتبقى
واطيه جدا، بتستقبل اي نوع من اي نوع مؤثر، اي تاتش بالنسبه له بيحس في المخ كانه الم. ففعلا لازم يندرجوا تحت دفع الدوله فعلا. يعني نعتبرها دعوه من حضرتك للدوله ان هي تتكفل باصحاب الالتهاب العضلي الليفي. كان معانا دكتور محمد العدل، استاذ مدرس مساعد الروماتيزم والالام العمود الفقري. بنشكرك دكتور محمد. شكرا. ان شاء الله نلقاكم بعد الفاصل مع دكتوره وفاء عبد السلام. شكرا ليكم.